فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نستقبل اول ضيوفنا اليوم. اكيد الحدث هو تقديم قائمه محمد علي البغدادي للوثيق الناقصه. نشوفوا هل قدمت القائمه ولا لا بالوثيقه الناقصه والوثائق الناقصه. معنا بالتليفون عضو قائمه محمد علي البغدادي رمزي سمراني. استاذ اهلا بك. اهلا وسهلا خويا، مرحبا. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله. ضيف مبجل عيد بحثنا اليوم. ربي يفضلك. عايش خويا. عايش. دونك سي رمزي، اجابه على السؤال اللي فيها حبائنا الافريقي الكل، هل كملتوا الوثائق والا لا؟ طلبتوا كنتوا البارح مهله ب 24 ساعه لليوم، شنو صار؟ والله سامحني، على حبيت نوضح النقطه هذه على خاطر البيان نتاع اللجنه الانتخابيه قالوا لي احنا طلبنا تاجيل. احنا راهو طلبنا تاجيل بصوره احتياطيه، بصوره اصليه كنا راهو الملف نتاعنا مستوفي لكافه الشروط القانونيه نتاعو. وقلنا احتياطيا اذا كان تراو فما حاجه ناقصه مكرونه من 24 ساعه، هما مشكورين مكرونه من 24 ساعه لاستكمال الملف. في نفس التمشي الوثائق اللي كنا قدمناها البارح قد كملنا، قدمنا وثيقه اخرى في راينا تثبت بصوره قطعيه توفر شرط المستوى التعليمي نتاع رئيس القائمه. نستناو في قرار كما قلت لكم البارح، نستناو في قرار اللجنه المستقله للانتخابات. عندنا امل كبير انه القائمه نتاعنا تتعدى، كان سهل ربي والنظره نتاعنا قراءتنا القانونيه احنا اللجنه المستقله كانوا كيف كيف وتعدينا الحمد لله. واذا كان اللجنه شافت حاجه اخرى فاحنا باش نمارسوا حقنا في الطاعه. نجموا نعرفوا كيف كيف شنو الوثيقه ولا كيف كيف تحفظ؟ كما قلت لك، ما دام القرار النهائي نتاع اللجنه مازال ما خرجش، كما قلت لك انا ما نحبش نعمل تاثير على حد، انا رجل قانون، نحترم الهياكل القضائيه بانواعها. ما دام الملف مازال تحت انظارهم قاعدين يدرسوا فيه، نستناو القرار نتاعهم ونحترموه القرار مهما كان، وعلى ضوءه هو نبنيو الخطوه اللي بعدها ان شاء الله. بالنسبه لشهاده المعادله، لكن بالنسبه لنا احنا كما قلت لك راهو الملف نتاعنا من البارح مستوفي الشروط القانونيه نتاعو. بالنسبه لشهاده المعادله، صعيب انها تحضر في ظرف كما هكا، ما كنتوش تنجموا تحضروها من قبل سي رمزي؟ والله شو نقول لك، هو باش يحضر شهاده المعادله قبل، هي اللجنه تجلس مره كل ثلاثه اشهر، يعني اذا كان باش يحضرها قبل معناها هو كان عنده مده عام تالي ولا اكثر كانت عنده نية في الترشح، والنية هذه ما كانتش موجودة النية وقتها، ممكن ما استحقهاش وقتها باش يعمل معادلة. هذه أمور شخصية تخرج على أسرار النادي، هذه أمور حياته هو شخصية، تجب تسألوه علاش ما خداش معادلة قبل. ولكن توا احنا قدمنا وثائق راهو أنها تثبت توفر شرط المستوى التعليمي الخاص برئيس القائمة. صاروا اتصالات مع وزارة المعنية ولا ما صاروش؟ أكيد اتصلنا بأربع وزارات. لقينا تجاوب في بعض الاماكن، لقينا صعوبات كبيره في بلايص اخرى، فما كما قلت البارح بيروقراطيه تعيسه. تعبنا برشا في الايامات هذيا، وان شاء الله تعبنا هذيا ما يمشيش حرام، ان شاء الله تعب هذيا في الاخر نخرج بقرار ايجابي من اللجنه المستقله للانتخابات في قبول القائمه. قلت لي لقيتوا تجاوب من بعض، وعند علاش تقبل القائمه؟ لانه راوا انه قدمنا كل الوثائق المطلوبه. قلت لقيتوا تجاوب من بعض الوزارات، شنو الوزارات اللي تجاوبوا معاكم وشنو وعدوكم؟ معناتها ما فما شيء، معناها اذا كان هو تجاوبوا معاكم ما حضركمش الوثيقه معناها. لا هو شوف، ما انا ما نحبش نحمل المسؤوليه على معناها على غيرنا، فما ناس كيما قلت مثلا كي تمشي الوزاره، مثلا وزاره، مثلا نعطيك على سبيل المثال وزاره التعليم العالي، تقول لك انا ما نجمش نجيك لانه الشهاده مش صادره عليا انا، لكن انا متعاطف معاك وعندك الحق ونعرف عندك مشكله نتاع وقت. هذا ايش معناه متعاطف معنا؟ يعني حتى بالكلمه الباهي يحاول هو يوجهك، يقول لك راهو انا ننصحك تمشي للبقعه الفلانيه، دق الباب الفلاني. ديجا هذايا معناتها في حد ذاته الناس نشكرهم عليه ويعطيهم الف صحه. وقفت الامور في وزاره التنميه سابقا هكا؟ هذا هو، هي الشهاده صادره على وزاره التنميه. وزير التنميه سليم العزابي معناتها محب للنادي الافريقي معروف، ما فماش تفاعل كان معاه ايجابي، ما حاولش يعاونكم شويه؟ لا الحق ما كانش، لا فما، لكن فما تعاون معاه، ولكن فما معناتها عراقيل معناها ما عاوناش وفرد في نفس الوقت ما اتصلناش به، يعني باش كل واحد ياخذ حقه، يعني مش اتصلنا به وما عاوناش، احنا ما اتصلناش به دونك ما فماش اعانه من ناحيته هو، وفي نفس الوقت معناها ما قلقناش، معناها ما عطلناش. ما كنتوش تنجموا تعملوا الخطوه هذه تتصلوا به معناها باش كان ينجم يلقى حل ولا؟ ولا اتصلنا، احنا اتصلنا بالوزاره المعنيه، فما قسم كامل، فما سيرفيس كامل معناتها في الوزاره خاصه معناها معني بالحاجه هذه اللي خذينا منها الشهاده نتاعنا، والشهاده اللي خذيناها قدمناها ان شاء الله، ان شاء الله لازم مستقله للانتخابات تاخذها بعين الاعتبار
وكما قلت لك احنا نستنى ان شاء الله في قرار ايجابي ونشوفهم بعد من غير حتى نيه في التاثير على قرار اللجنه. نستنى القرار نتاعها نصوروا ما يبقاش لانه عنده تقريبا ساعه مجتمعين توا. نستنى القرار نتاعها كان في صالحنا الحمد لله وذاك اللي حاجتنا به، واذا كان قرار سلبي فانه باش نمارسوا حقنا في الطعام. باهي نستسمحك سي رمزي في مداخله اخرى بعد ديسيزيون نتاع اللجنه باش تعليق عليها. نحن تعرف في ظروف مباشره وقاعدين نتبعوا في الاجتماع كيفنا كيفكم. شكرا يعطيك الصحه سيد رمزي السمراني عضو قائمة محمد علي البغدير، اكيد باش يكون معنا ليه موعد بعد شوية. نستناو الديسيزيون تاع لجنة الانتخابات وبعد مواصلين في البلاي حتى للخمسة.